صلاح كان في تواصل بين الجهاز الطبي اللي عندنا مع الجهاز الطبي اللي عندهم. مش ده كده، خليني اسمع الرد. اسمع لك حاجه، الجهاز الطبي صلاح هو عمره ما هيطلب يقول لك انا مش جاي، انا كده تاني. صلاح عمره ما هيقول لك انا مش جاي، لكن هو زي ما انت بتدور على صلاح ان هو يكون موجود في الفتره اللي جايه، احنا عايزينه في شهر 6. المباراه الرسميه اللي عندنا شهر 6 لصلاح، صلاح او غير صلاح، يعني انا بتكلم على العموم. اللاعب اللي انت عايزه جاهز لازم يبقى في شهر 6، لان المباراه الرسميه فيها دي. صلاح كان موجود، المفروض يكون متواجد معانا، كان المفروض يبقى متواجد معانا، لكن لو هو ظروفه ما تسمحش والصحه والصحيه مش هيكمل، وعايز هو شايف الاتجاه هناك، كان كل اتجاهنا ان احنا نمشي ورا صلاح في نفس الاتجاه بتاعه. كل ان هو زي ما انت بتقول ان هو في ازمه، ما فيش ازمه. انا قعدت مع حسام وابراهيم، ما فيش ازمه، يعني هم مش واخدينها بازمه، واخدينا خلاص. بالنسبه لنا لا في ازمه، لا والله ما في ازمه، انا بقول لك والله ما في ازمه. وموضوع صلاح هيبقى موجود ان شاء الله في شهر 6 باذن الله. كم احنا مش يعني، انا لما بقول ان احنا ايه، دايما بنخلق الازمات احنا اللي بنخلقها. جايز يكون ما انا هقول لك، جايز يكون في قله تواصل من الاتحاد، يمكن البيانات اللي طلعت مثلا مش كافيه، تمام؟ يعني حتى البيان اللي طلع بتاع حجازي الناس برضو عملت عليه لغط. طبعا رغم ان احنا قلنا اللي حصل، يعني احنا اللي قلنا اللي حصل، ان الراجل ده عنده ظروف اسريه وراح، قال لك اسريه، ده هو زعل واتخانق مع حسام. ولو ما كانش رجع كانت البتاع كبرت اكتر. قال ان زوجته بتعمل عمليات. ايوه ماشي. ما ليه ما قلناش كده؟ ما اتقالت. لا يعني وليه ظروف اسريه؟ يعني انا افترض مش عايز مراته حد يعرف، افترض مش عايز حد يعرف ان مراته بتعمل عمليه، تمام؟ وفي نفس الوقت برضه باكد ان ما حدش زايد على وطني صلاح بالنسبه للمنتخب مصر. انا عارفه وتعاملت معاه وعارفه بيعمل ايه صلاح لمصالح منتخب مصر. تمام.